بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الأخ عبد الرحمن دكير على القناة دكير إنجليش، الدرس رقم 43. كيفية النطق associate؟ associate بحال اللي غندير هنا جوج أصوات، كاينة فيركول associate associate. نعقلوا على هذا الفريز. فريز قلنا هي واحد مجموعة الكلمات اللي تتعطيني معنى واحد. بي associated with with be associated with. هنا ناخذ مثال، هنا مرتبطة مع شي حاجة، اوكي هذا هو المعنى ديالها. ناخذ مثال laughter. laughter هو الصوت يعني ديال الضحك. laughter is a form of communication that associated with interactions. يعني الضحكة هي واحد لافور ديال التواصل، يعني واحد الوسيلة ديال التواصل اللي مرتبطة بالانتراكشن. يعني هو يعني تتكون انتراكسيون اونتخ دو بيرسون، تيكون تجاوب، يعني ما تتكون ضحكة إلا وتيكون تجاوب من طرف داك الشخص اللي تضحك مع داك الشخص اللي قال له كلام أو عجبته شي حاجة أو هذا. يعني هذاك دائما ديك الضحكة هي واحد الوسيلة ديال التواصل اللي مرتبطة يعني بالتجاوب وبتجاوب مع شيء ما. laughter نعقله على المثال، جميل جدا. laughter is a form of communication that's associated with interactions. Laughter is a form of communication that's associated with interactions. Laughter is a form of communication that's associated with interactions. هنا استغنى هذه verb to be، هي is associated with. Donc laughter is a form of communication that's associated with interaction. نعقلو على associated with. associated with كيفاش وظفناها؟ يعني تيكونوا عندك يعني جوج ديال دوز اسبي، يعني جوج اشكال عندك، تيكون الربط بين الشكل الاول والشكل الثاني، او المعنى الاول المعنى الثاني، الفعل الاول او الفعل الثاني، يعني شي حاجة مرتبطة بها. هاد أسوسيي تدويد يعني إلي أسوسيي، هاد كومنيكاسيون هي أسوسيي مع ال interactions. Laughter is a form of communication that's associated with interactions. هذا هو الدرس اليوم، إلى أن نلتقي في درس آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.